السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيب قلبي يا حنوين؟ ان شاء الله النهاردة معاكم اكلة تنفع ليوم اول يوم العيد. كل سنة وانتم طيبين وعيدكم مبارك بإذن الله. تنفع الصبح للفطار مع الكبدة والكلاوي، تعملي طبق زي ده بتبقي بتكملي بسفرتك وجميل جدا جدا جدا. يلا سيبكم مع الوصفة تحفة. الوصفة هي عبارة عن ايه؟ الويكا بطريقة خالته حبيبة قلبي خالته منى. بلها مليون لايك، مليون لايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيب قلبي حلوين؟ بداية الفيديو عاوزة منكم لايك لايك لايك، ولو ما شفتوا قناتي زيرو تحت الفيديو اضغطوا على لايك لايك وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان كل جديد يوصل لكم ان شاء الله. النهارده انا هعمل معاكم الويكا والاكله دي. بصوا اكله رائعه جدا جدا جدا، واعتقد ان مفيش حد مش بيحبها يعني، وكل واحد ليه طريقه فيها. الناس بيعملوها بطريقه معينه ومناطق بتعملها بطريقه تانية، بس انا النهارده هعملها معاكم على طريقه خالته منى، ربنا يحفظها ويخليها لنا يا رب. هي دي طريقتها في عمايل الويكا وانا طبعا متعلمها منها، تمام؟ وبعشقها بعشقها بعشقها. حتى ابني سبحان الله شوف ما بياكلش حاجات فيها صلصه حاجات فيها كده، بس بيعشق الويكا، لان خالته لما كنا بننزل اجازات كانت بتاكلهاني. انا ابني زي ولادها محمد ومصطفى ما بياكلش حاجه فيها قطع بصل، حاجات فيها طماطم، حاجات زي دي بالظبط زي ولاد خالته محمد ومصطفى ما بياكلش الحاجات دي خالص. بس الويكا سبحان الله بيحبها جدا، لان هو صغنون خالص كانت تغمسه وتديله كده في بقه فبدا انه يحبها قوي. فبجد الويكا دي كلوها وجربوها حلوه قوي للي ما يعرفهاش. طيب هنخش الوصفه بقى بسرعه. انا عندي نص كيلو مفروم لحم مفرومه، وعليه بصله واحده كبيره كده مفرومه، ومعلقه سكر صغيره، وفلفل اسود، وعندي ملح، وعندي شفشق طماطم مضروب بالخلاط، وعندي ليمون، وعندي توم راس توم، وعندي اسمه ايه ده فلفل علوب فلفل، تمام. وعندي كمان هحط واحده لومياية، واحتاج معلقه من الكزبره الناشفه. طيب اول خطوه هنعملها، وعندي السمنه البلدي وعندي الويكا. اللي مش عارف الويكا، الويكا اهي تمام. انا بصوا تقدروا تجيبوها وتحتفظوا بيها بالفريزر. انا خالته لما بتبعتها لي او لما انا بنزل مصر بتجيبها لي، معرفش بقى هي بتتعمل ازاي بصراحه، بس هي عباره عن باميه كده ناشفه بتجيبها لي وبتعبيها لي في علب كده، وانا بحطها بس بالفريزر وقت ما احتاج بطلع اعمل منها، وبحتفظ بيها من يعني من سنه للسنه كده عادي بالفريزر ما بيحصلش اي حاجه، وبعملها بيبقى طعمها تحفه جدا. هي دي الويكا اللي هي بصوا اهي بصوا انا نازل على ايدي شوفوها باميه ناشفه، عشان اللي مش عارف يعني ايه ويكا، بس اعتقد يعني مش حد مش عارف الباميه الناشفه يعني بتتعمل بقى الباميه الناشفه ازاي. بصراحه ما اعرفش يعني هي انا عارفه ان هي بصوا باميه ناشفه بس كده، تمام. يلا انا اول حاجه عندي هنا سمنه بلدي، احط معلقتين سمنه بلدي في الجدر عشان تسيح. ودلوقتي انا ولعت النار وحطيت معلقتين كده كبار سمنه بلدي، لان هي لازم سمنه بلدي بصراحه عشان تديكي طعم حلو. وهنزل البصله واخليها تتحمر، بعد كده احط اللحمه. طب انا عندي هنا هطحن التومه، تمام. احط التوم، تمام اهو، واحط عليها معلقه من الكزبره الناشفه، وهطحنهم مع بعض وارجع لكم. طيب انا دلوقتي عندي هنا اللحمه المفرومه نزلتها على البصله، هحط معلقه السكر، هحط شويه فلفل اسود، تمام، وهسيبها تتحمر مع بعضها، تمام. خليها طب تعالوا بقى معايا هنا،
انا عملت هنا بقى الخطوه المهمه في الويكا. الخطوه المهمه في الويكا عندي هنا الويكا بتاعتي اهي، انا هاخد حوالي يعني ايه حفنه ايدي كده، نص كيلو على حفنه ايدك او بمعلقه كبيره كده. بصي اهي، حاولي تخلطيه عشان يجي الرفيع مع التخين مع كله اهي، معلقه كده واحده كبيره قوي. تمام، هحطها هنا، هعمل عليها ايه، هحط بصوا التومه مع الكزبره اللي طحناها، هاخد منها معلقه كبيره واحطها كده هنا. تمام، هيبقى مني حوالي معلقه تانيه. تمام، هحطها هنا دلوقتي، بس دي تتحمر شويه مع اللحمه. هعمل هنا ايه تاني، هحط فلفل اسود اهو، واحط الملح، هملحها يعني هنا، فاهمين قصدي؟ وهعصر الليمون كمان معاها. انا جبتكم معايا هنا عشان دي الخطوات بقى ايه بتاعت الويكا المظبوطه. عايزه تنزلي عليها عود درسين، نزلي بطعم اللحم. الويكا بتحب الليمون على فكره. وهخلي الليمون عشان هنزله في الصلصه. تمام، هخليه مش هرميه. وابدا ان انا اخد كده اهي وافرمهم مع بعض كده، ادعكهم مع بعض، تدعكيها دعكه حلوه كده اهي. بصي، ادعكي الويكا بال الباميه قصدي مع التومه مع الفلفل مع الليمون بالطريقه دي. طيب تمام، هنخليهم بقى كده وانا على جنب. خليني بص على اللحمه. طيب تعالوا نشوفها بقى دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم، اتعصبت كويس زي ما انتوا شايفين، حمرت حلو قوي. هبدا اخد التومه اللي هنا اللي انا سبتها، معلقه تمام. هحط بقى اللوميه، الله الله الله، اول ما احط ريحه الثوم، واحط الليمون اللي هو اللي عصرناها وفلفل. الاكله دي بقى حبايبي تقدروا اول يوم العيد تعملوها على الفطار مع الكبده والكلاوي والقلود، طبق كده موجود على الفطار كمان. ده اللي خلاني صراحه افتكرت، قلت خليني اعملها النهارده عشان اديكوا فكره للفطار بتاع يوم العيد، جنب الكبده والكلاوي وصينيه اللحمه او اللي انتوا بتعملوه يعني على الفطار، على حسب كل بيت بيبقى ليه طريقه. تقدري تعملي طبق ويكا كده زي ده. حمرناهم قلبناهم مع بعض تقليبه كده. هبدا اخد الطماطم بتاعتي. تمام، شفتش الطماطم، هعمل ايه بقى، خليكم معايا هنا، هحط نصه بس وهخلي نصه تتسبك تسبيكه اولى، بعد كده اول ما تغلي وتتسبك كويس جدا تماما هرجع هقول لكم هنعمل الخطوه الثانيه ايه. طب تعالوا بقى كده شوفوا بقى، عايزينها لايك 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 لايك. هي كده اتسبكت التسبيكه الاولى وطلعت لي منها السمنه فوق على الوش كده. تمام، هبدا اخد بقى الويكه بتاعتي اللي انا عجناها مع التومه مع الليمون اهي، هنزلها هنا كده. دي خطوات مهمه، خطوات مهمه عشان تطلع الويكه بتاعتك احلى ويكه في الدنيا. تمام، هقلب بقى ده كله مع بعض، هقلب البامية طبعا لو عايزة بقى تحطيها تخليها سبايسي حطي شطة، بس انا مش هحط شطة يعني، هحطها على جنب، يحط اللي عايز يحطها في طبق. دلوقتي بقى هحط النص التاني في طبقه،
نص شفشق الطماطم التاني وبس كده. هسيبها بقى على النار هادية لمدة 10 دقايق تغلي وتستوي البامية فيها كويس جدا او ربع ساعة، وهرجع لكم نغرفها مع بعض. شوفوا شوفوا انتوا الجمال اصلا، مش محتاجين انا اتكلم. شوفوا شوفوا تضبط تضبط تضبط. بصوا 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 الجمال. شوفوا يمي 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 على الريكة. عشق، انها عشق يا عيني. دي على الفطور تاكليها كده على الفطار. اوف مش هقول لكم عشاء، ما تحماش على قلبك. حلو على الفطار مع الجرجير بقى والخضرة والبصل الأخضر. انتي كده ضايعة ضايعة. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. أنا قررت أقدمها في الطبق ده. تحتاج إنك تقدميها جدا في طبق غويط. وكده وصلنا لنهاية الحلقة. أتمنى تكون طريقتي عجبتكم بالويكا. ما تنسوش تعملي بقى سبسكرايب ولايك وشير. بالها مليون لايك، مليون لايك.